اهلا وسهلا بحضراتكم، قناة صور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم عرض جديد ومميز جدا، برج جديد تاني صف من البحر، تاني عمارة من البحر بجوار الشارع الرئيسي والخدمات العامة في اسكندرية شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مدخل العمارة، العرض عندنا في الطابق الأول، أول بلكونة علوي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعن هنا الحمام، ريسبشن كبير ما شاء الله، وعلى يميننا موجود مطبخ أمريكاني. تشطيب إن شاء الله مميز جدا. وهنا عندنا البلكونة، رؤية مميزة جدا للبحر، ممتازة. الموقع تاني صف للبحر، دي ولا ده المطبخ. وهنا دي طرق التوزيع للغرف، وعندنا هنا أول غرفة نوم 3 متر في 3 متر، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسن بورد. وعندنا الغرفة التانية أكبر شوية، 4 متر في 3 متر، بتشيل معانا غرفة نوم كاملة، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسن بورد. وهنا عندنا الغرفة التالتة 3 متر في 3 متر، متشطبة برضو ما شاء الله كويس جدا. نطلع نشوف رؤية البحر كمان مرة ونتكلم على تفاصيل الشقة بالكامل. موقع
موقع ممتاز جدا جوه الشارع الرئيسي، الخدمات العامة في اسكندرية شاطئ النخيل. هنتكلم معانا على تفاصيل الشقة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. العرض عندنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، مميز جدا في الطابق الأول علوي، مسجلة بجمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومية، وبنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. الشقة مساحة الشقة عندنا 130 متر، عبارة عن 3 غرف نوم، ريسبشن كبير، ومطبخ أمريكاني، وطرق توزيع الغرف وحمام. موقع الشقة تاني عمارة من البحر في برج جديد، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، والبرج كامل مرافق والخدمات. السعر عندنا 475,000 جنيه كاش، قابل للتفاوض البسيط. نشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. الموقع مميز والسعر مميز، وربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب.